أصبح القلق والتوتر يطبع يوميات سكان حي الحواوسة بقرية ولاد علي ببلدية ولاد عدوان دائرة عيل كبيرة بسبب مشروع مرور الخط الكهربائي ذو الضغط العالي وسط الحي على أعتاب أبواب منازلهم المتجه إلى منطقة الوادي البارد انطلاقا من محطة الكهرباء الواقعة بالخربة، حيث يرون أن هذا المشروع يشكل خطرا كبيرا على حياتهم. نحن سكان الحواوسة قرية ولاد علي بلدية ولاد عدوان دائرة عين كبيرة ولاية سطيف، والله لا شيء مؤسف يعني لهذا المشروع الغير المدروس والجائر بالنسبة لنا، نشوف فيه جائر لأنه خطير بحيث يحبوا يمروا منا المشروع، نعم يمروا تيار عالي توتر بثلاثين ألف فولت، وهما يزعموا باللي ما يشكل والو لانه رايح يروح تحت الارض وكذا، ولكن احنا نتاسفوا لانه لم يتم دراسته ولم يتم مشاورتنا. تيار ب 30 الف فولت على عتبه الديار، يا لله العجب، هذا خطر كبير. غدوه الواحد يحب يربط الغاز ولا الماء ولا سينيسمو يلقى مشكل، يلقى عراقيل. كاين قطع هنا راهي تنتظر في رخص البناء، ثاني غدوه يجي يتقدم بملف باش يطلب رخصة البناء يلقى عراقيل. دوك حنا حابين نتكلم معاك شويه يعني تكنيكمون. حنا رانا عندنا حوالي شهرين ونص دوك ملي بداو هذا المشروع، وتكلمنا اول مره مع الشركه هذه اللي راهي تخدم كحريف، قال لك حنا ما عندناش مسؤوليه معكم، ربما تشوفوا المسؤولين المحليين هنا في بلدية والدائرة تشوفوا يعطيوكم الحلول ولا يعطيوكم واش حبيتوا تعرفوا. حنا مشينا لهذا المسؤولين المحليين كالبلدية والدائرة تاعين كبيرة، مديرية الطاقة ومديرية الكهرباء والغاز هذه تاع دائرة تاعين كبيرة، باش يشرحوا لنا اسكو القانون هذا يسمح لهم باش يفوتوا متر قدام عتبة الباب كما قالوا هما. واحدة اللي رحنا اليوم كاين اللي قالنا 3 مترات وكاين اللي قال متر ونص وكاين اللي قالنا متر، دونك تضارب في المعلومات يعني، وكأن القانون غير موجود او يخدموا بلا. طلبنا منهم مخطط اللي مروا به من هذه المنطقة، فيه يعني دراسة تاع ليبريديتيد كيما نقولوا هنا الماتر دوفراج، هذو اللي مهتمين بهذا الامر منذ بدايتهم. في الاخر هذا عطاونا هذه الشركه اللي راهي تخدم عطاتنا مخطط ورقه بيضاء وقال لك هذا اللي نخدموه، هذا غير ممكن، هذا يعني شو نوع من الاستهزاء بالسكان. المير تروح ليه يقول لك انا ما بديتش التسريح، رئيس دايره يقول لك ما كذا، دونك واحد ما عطانا دق في تيار عالي شده هذا باه تعقبوا تاع المواطنين، راهو ما كانش منها كيعود كاين تيار عالي شده، كاينه مسافه الارتفاق هذه في القوانين تاع تريسيتي، كاين مسافه الارتفاق، مسافه الارتفاق هذه لازم تكون على الاقل بين المواطن وبين هذاك الكابل هذاك اللي راح يعقب على الاقل 15 متر، هذو راح يعقبوه على الدار، على الديار في وسط الديار، وبين هذا الكابل وبين الغاز كاين يا ربي 2 مترات، راك تشوف الطريق كاين 2 مترات، هما راهم يقولوا باللي نديرو باللي راح نديرو متر ونص، متر ونص. هل ترى تذوك كي تخمم فيها راسك برك، هل ترى متر ونص هذه يكون تجرح شويه الكابل هذاك، هباك باللي تعقب من الناس تموت. كاين 50 سنتيم كي تحفر تلقى 50 سنتيم الغاز اللي هنا راهو هابط بمتر برك، ها هو رايح من الفوق وجاي من تحت، هذا راهو فيه ريسك كبير. حنا هذا المشروع البيسه هذه اللي تحطت علينا هنايا، المشروع هذا راهم رايحين يفوتونا منا قدام الديار، راح يدير لي بومبا قدام السده تاع الدار، وحنا رانا رافضين تماما باللي ما يفوتش، خاطر المشروع هذا عنده حلول منين يفوت. الطريق هذه تاعنا راهي مخلطه فيها غاز الماء سينيسمو، يعني معناتها طريق ضيقه مسرجيه، وكيف يفوت منا حنا هو عنده حلول منين يفوت، هذا غير باين باللي تاع الدياني راه يهلكنا، وحنا رانا رافضين نهائيا نهائيا ما يفوتش منا. يطالب سكان حي الحواوسة من جميع السلطات والهيئات المعنية التدخل العاجل لإيقاف هذا المشروع
وتحويل مساره، خاصة وأن هناك حلول كثيرة لتحويل مسار هذا الخط والتي سترضي جميع الأطراف. مؤخرا التقينا برئيس دائرة، مجموعة منا راحوا رئيس دائرة، تكلم معهم قال لهم روحوا أو كاين اجتماع يوم الأحد القادم في بلدية ولاد عدوان، اجتمعوا واعطيوهم الحلول، إلا عندكم حلول واحدة أخرى اللي تقدروا تفوتوها منه ما تجينيش اقترحوه، احنا رانا قابلين باش نحولوه. ولكن المعنيين بالمشروع هذا هما جاونا نهار الخميس بداو يحفروا قبل الاجتماع اللي كان بيناتنا، وقفناهم احنا لحد ما نتلقاو في هذا الاجتماع. ولهذا رئيس الدائره كي اتصلنا به قال لك راكم في مكاني اقترحوا الحلول وهذا هو الحل، احنا عندنا اقتراحات عندنا حلول، لان هذا المشروع عنده حلول اخرى. اولا احنا واش شفنا مني ورينا لك هذا المشروع، لو كانت تقيس المسافه اللي وين راحين يروحوا تحت الارض باش يخرجوا فوق الاعمده هذوك التهم هي اقل من هذه الجهه، منا يقدروا هذه الارض هذه كل تاع الدوله، ارض كومينال ولا كيف يسموها املاك الدوله، هذيك اللي هي الارض وين ساكنين هي ارض ملكيه، ملكيه خاصه، دونك كي يروحوا من هذا الكوتي اولا يستهلكوا هذا الخيوط هذو اقل، وعندهم عندنا عندهم يحطوا بيليونال هيك يخرجوا من هذه الارض اللي لهذاك الجبل اللي حط البيلي تاعو ويروح كيما راح يدير من الكوتي مني كيما يتجاوز السكان من هنا ويافيتيو السكان ويافيتيو هذا الخراب تاع الطريق هذا اللي داروه. الكلمه اللي حاب نقول لك هذا موش قضاء وقدر، هذا تدبير البشر، ها الحلول راه بيدنا وعندنا حلول باه يتفادونا من هذا الخطر، لان القضيه قضيه ماشي لا يستهن بها، 30 ألف فولت راهي شديد توتر، احنا رانا نطالبوا باش يحولوها برك يحولوها وربي يعاونهم وربي يسهل. الحلول موجوده موجوده نعم، من بينها هذا المكان اللي رانا متواجدين فيه، من هنا يقدروا يمشوا بالاعمده الحديديه من هنا يتفادوا السكان. الحل الثاني راهو رانا يروحوا على الطريق الولائي، يروحوا على الطريق الوطني ولا الولائي، هذا لا لين هذه ني با فاتال نقولها بالفرنسي لي ايفيتابل لي ديفيابل اون بو لا ديفيي اون ني با اوبليجي دو باسي بار لا اي سا ريسك ان دونجي سي 30000 فولت سي تي او تونسيون سي ان ايماجينابل جو سي با كومون اون ا كونسو سو بروجي ولا سي بيان دوماج نو سوم. ويراهن السكان كثيرا على والي الولاية شخصيا لتحويل هذا المشروع الذي في حال تجسيده فإنه يهز استقرارهم ويعكر صفو حياتهم، خاصة في ظل الغياب التام للمنتخبين المحليين بصفة عامة ومنتخبي المنطقة بصفة خاصة الذين يقفون موقف المتفرج. من السلطات هنا نقولوا في شهرين ونص واحد ما جاء وقف هنا قال وريو لي الحل ونديروا من ثم باش نعطيو له الحل، هذا الحل الاسهل فيهم. وكاين حل ثاني هاو كيما لاري هذا تاع ولاد علي، يقدروا يتجاوزوا الطريق ويروحوا على اليسار تاع الطريق يخرجوا كيما المقبره تاع الشيخ مسعود ويروحوا في المشروع تاعهم كيما راهم رايحين من. والمعنيين بالامر رئيس بلديته ولاد عدوان رانا رحنا له واتصلنا بالسلطات كامل، رسلناهم ورئيس بلدية ولاد عدوان راه قال لنا ما على باليش انا بالمشروع هذا،